يعني انا اعمل ايه لزفت الطين ده؟ ما انا رفضه قبل كده 5 مرات وهو مش فاهم يعني ايه اترفض وبيرجع لي تاني على البازار. دولا يعني انا احط الاول اليمين على الشمال ولا الشمال على الازولة؟ ولا غور من وش السعادي. ايوه يا رني قولي لي بس بالراحه كده، هو عمل ايه؟ ايه وهو بيوصلك قبل كده مرتين كان هيموتك؟ طب معلش يا رانيا اديله فرصه ثالثه، يمكن ما كانش. خلاص خلاص يا دولا، بص انا هربطها زي الجزمه. بس يا جزمه، بس يا جزمه، خلاص هرفده هرفده. ماشي، عايزه حاجه تاني؟ نص كيلو جبنه اسطنبول. حاضر. وربع كيلو كلمات ده مع رفض رمزي يعني. حاضر حاضر يا رب. ماشي ماشي، يلا سلام سلام. بقى يا دول انت مش هتعلمني بقى ربطه الكرافات يا عم؟ اشمعنى انا يعني اللي اعلمك ربطه الكرافات؟ اشمعنى انت يا دول؟ ما انت الوحيد اللي في بلدنا دول بيلبس بدل. طب ما انا بلبس البدل بس من غير كرافتات، ما هو ما انت شايف. لا يا عم انا شايف وعارف يا عم، مش انت اللي قبل كده هون علمت كل البلد بتاعتنا ربطه الكرافات؟ وايه اللي حصل لما علمتهم ربطه الكرافات؟ مش 4 ماتوا مخنوقين و6 في الانعاش؟ اه بقى ما تفكرنيش دول. الا يعني ايه انعاش؟ انعاش يعني ما بيكون حد حالته خطيره يعني بيدخلوه الانعاش، وانعاش ما ماتش يعني بيخرج تاني. دكتور 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 ايه دكتور؟ اي حاجه انعاش اي حاجه. دكتور هموت يا دكتور. ايه يا عم مش انا الدكتور، بص الدكتور اللي هناك ده. انا دكتور كده يهبل يهبل. حضرتك الاجزخانه اللي جنبينا. انا خايف اخرج بره يكون حد قاطرني. مين انت، هربان من البوليس ولا ايه؟ لا هربان من اهل العروسه. هربان من اهل العروسه؟ هو انت العريس وسبتهم يوم الفرح ولا ايه؟ لا انا المطرب كنت بغني في اخر الشارع دوت. ايه ده الفرح ده من اولت امبارح. ما انا بتضرب من اولت امبارح. مطرب اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضل ما تخافش خالص. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا سلام منور والله حضرتك مطرب. ولا رمزي نعم. هات شنطه الاسعاف من جوه يلا. عينيا دول. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. هي عربيه الاسعاف هتاخر؟ لا عندنا الاسعاف في مصر بيجي بسرعه جدا. بص عربيه اسعاف غبيه ممكن يخبطك في اي لحظه. خد دول. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. واسمك كريم ايه بقى؟ سعيد الكبير. سعيد الكبير اهلا وسهلا اهلا وسهلا. لا ربنا يخليك. ايه مش عايز؟ ربنا يخليك. طيب حضرتك يعني معلش انا اسف، انا اول مره اسمع اسم مطرب بالاسم ده يعني. انا بتحارب والمصحف يا استاذ بتحارب. حضرتك معاك عادل سعيد. عادل سعيد الكبير الكبير قوي قوي قوي. ده وقت رفع مقاسات. هو قصده يقول يعني ان انا شاعر كبير. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حضرتك بقى اتضربت ليه امال؟ والله اهل العروسه ما فهموش الغنى اللي بغنيه. شفت الغنى ما فهموش الكلام، المشكله في الكلام. وانت كمطرب وانا كشاعر يعني. ولا رمزي روح هات صبغه يود اجري بسرعه. حاضر. لا ربنا يخليك لسه واجي. ما صحش ده انت ضيف عندنا يعني. ماشي خلاص سك على صبغه اليود. حضرتك زي ما بقول لك يعني المشكله فعلا في الكلام. ايه الكلام بقى اللي ضايق اهل العروسه؟ والله انا وانا بغني قلت ايه بقى؟ اسمع بقى. زفوا العروسه والنبي زفوها، الله ينكد على اللي كانوا جابوها. ايه رايك فيها حاجه دي؟ لا 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 مفيش حاجه خالص. اي حاجه يمكن بس الكلمه اللي هي بتاعت زفوا العروسه تكون ضايقتهم على اساس ان هم ما كانوش جاهزين بزفه او حاجه. او لسه ما قبضوش الجمعيه فما معاهمش فلوس مثلا. او مثلا كانوا هيخلصوا كاتب الكتاب ويسافروا من بره على الفيوم مثلا ولا حاجه. انا ما كانش قصدي اللي في بالكوا ده كله خالص والله. بص بقى انت ما تقلقش ولا تفكر ولا تعمل اي حاجه، احنا هنفكر لك. انت بتتكلم ليه؟ سكات والسكات بيجيب سكات والكلام يعمل مشاكل. الله يا استاذ الجمال ده، ايه الحلقه انت بتعمل ايه؟ دي تنفع مطلع اغنيه دي والله العظيم. والله لسه جايه في دماغي دلوقتي حالا اللي هي بتاعت السكات بيجيب الله سكات. الله الكلام الله. يعمل مشاكل. الله يا دولا. الله يا استاذ الله. ايه العسل ده؟ بس انا سمعت اللحن ده قبل كده. لا 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 استحاله تكون سمعته او لسه سامعه مني دلوقتي حالا. وعلمك ده ممكن بيبقى اسمه تخاطر توارد. قصدك توارد خواطر يا دولا؟ انت بتفهم في الشعر؟ هتفهم زيي؟ لا اسمه تصلح لي يلا. تخاطر توارد. صح مظبوط. عشان كده بقى انا يا سيدي هدي لك قطعه شعر من عندي. وانت اديت شعر لمين قبل كده؟ هاي قول مين ما خدش مني شعر قبل كده. الله يا دولا يا كبير الله. دولا اروح اجيب قصيده ولا اتنين من التلاجه اللي ما حدش راضي ياخدهم دولت؟ التلاجه يخرب بيتك. اهلا وسهلا.
ايه بس يا مساء الورق والحبر اللي اداله. يا مساء الحنجره اللي جابتنا ورا. يا صباح الاحبال الصوتيه، ليلتكم مش معديه. ايه النعمه دي اللي رمينا على الارض؟ مش حرام عليكم كده؟ لا دي شويه قصائد كده عاملها لشويه مطربين اخرين يعني. ايه مطربين ايه بقى؟ انا اسيب الرئيس بيره واجيلك وتقول لي مطربين اخرين؟ معلش بيره بقى اللي انت دلقته ده انت تلمه براحتك حضرتك، لكن القصيده بتاعتك عندي يا سيدي ما تقلقش. بس تكون جامده وحراقه. حراقه؟ ايه ده؟ واضح يا سعيد انك انت سمعت على القصيده بتاعت الحراقه قوي اللي اسمها حلبسه، بس انا دي مخليها للشتاء عشان تعرف بقى موسم الشتاء والكورنيش والعربيات الحمص وكده يعني. اشتغل احسن طبعا كتير. طبعا طبعا ندوله. الله الله، طب ما تسمعها لنا ندوله كده اهو. ايه رايك اسمعك؟ ماشي يلا. ماشي. الله الله الله، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ قول واحده تانية. الله عجبتكم الاولانيه؟ حلو. الثانيه بقى راغي فيها. اسمع بقى. ها الله الله يا سعيد، يعني فعلا. بص بقى، هلطشلك هلطشلك، هشلتلك هشلتلك، وهطب عليك على غفلة، وهبوظلك أي حافلة، وربنا المعبود وربنا المعبود، لو شفتك في موقف عبود مع الواد سعد وسعيد ومسعود لموتك يا خلود. الله 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 الله. ايدي يا نجم، جاعة جرحة يا نجم. بص يا نجم، 100 جنيه 125 جنيه معاك. ماشي يا معلم، بس على فكرة القصيدة بتاعتي دي محتاجة ملحن كويس. لا نجم، اللحن ده بتاعنا. بتاعك انت اللي هتلحن؟ اه انا اللي هلحن. طب ما لحن معاك انا بقى سعيد. بقولك يا نجم، اللحن بتاعي ما حدش يخش فيه، وعلى راي المثل اللي بردل على فمها حلو الغربه تردونا. عجيب يعني، بس خلاص ما دام انت اللي هتلحن انا وانت مثلا يبقى عندي في البيت نتفق على ميعاد ناكل لقمه ونلحن مع بعضينا. الله، طب يا دول ما نلحن احنا كلنا سوا مع بعضينا. هي فته؟ انا يا دول عايز الحن معاك. تلحم ايه؟ انت اساسا مش عارف تقولها. تلحم ايه؟ اجي معاك. ما تتكلمش. اجي معاك واجي معاك. سعيد انت عايز الواد ده معانا؟ اه. شفت ما حدش طايقك يا ابني. سمعنا يا ملك الشعر في مصر. امتعنا. اه ربنا يخليك. اسمع القصيده دي انا عملت فيها مجهود كبير قوي يعني، خلصتها في بتاع ربع ساعه مثلا. اللهم صل على النبي. اه عليه الصلاه والسلام. حوشي 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 عيون الجرح رموشي، حوشي 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 ايديكي اوعي ايديكي تلوشي، حوشي 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 خدك عن خربوشي. الله بقى اهي. اقعد يا ساكت، مين اللي جابك يا؟ اقعد ساكت يا. مش انت اللي قلت تجيبه معايا؟ استاذ اغنيه وحشه 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 وحشه. ازاي يا عم انت اصلك ما سمعتهاش متلحنه؟ ما انت ممكن الكلام في الاول ما يتقال ما تحسوش،